لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين، يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. سيدي ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز، والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، يا غريب يا غريب يا مظلوم. كربلاء يا محي الزوار، يا ابو علي افاطم لو خلت الحسين، مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، اذا للطمت الخد فاطمه عنده، وأجريت دمع العين بالوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير، واندبي نجوم سماوات بأرضي فلاتي، قبور بكوفان وأخرى بكربلاء وأخرى بفخ نالها صلواتي، قبور وقبر ببغداد لنفس زكية تضمن الرحمن بالغرفات، بعد وقبر بطوس يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر، حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات. بعد قبور بجنب النار من أرض كربلاء، يعني القاسم ابن الإمام الحسن سلام الله عليه، قبور بجنب النار من أرض كربلاء. نعم، معرس فيها بشط فراتي، توفوا عطاشا بالفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. والله يا عم لو يخلوني على هوا، لا روح للي معفرين بجانب الماء، وبدم نحرى لاغسل شمالي ويمناي، واصرخ يا عم الخيل حاطت بالصياوي،
قول يا عم الوالدي ينهض بهمه ويخبر اولاد اخوته واولاد عمه يزفون جاسم بالهنا وينفرج همه ما يصير شابم عرس الزفه نساوي من عادة العريس من عادة العريس تمشي خلف أولا تزفه بزينة على جاري المعتى وأنا يا عم معرسي من دون لعبة وانا يا عم معرسي من دون لعبة ينكسر قلبه وينظر أعمامه مطاعي وإذا بالحسين سلام الله عليه جاي وأخذ يد القاسم وين رايح حبه يا أبا عبد الله جاي إلى زينب يقلها يا زينب يا زينب جيبي لي ذلك الصندوق الفلاني لعم نعم جاءت بذلك الصندوق الفلاني أخرج من ذلك الصندوق نعلي الإمام الحسن فألبس القاسم استخرج عمامة الحسن فألبس القاسم استخرج سراويل الإمام فألبس القاسم ثم استخرج ذلك الرداء الأبيض الذي يلبسه الإمام الحسن في كل جمعة فألبس القاسم بعد أن شق ذلك الرداء فلما أن دخلت رملة على الحسين وعلى القاسم أويلي ما هي مناسبة منك يا عطشان تلبس أولادي تفصيل الأجفان أويلي ما هي مناسبة منك يا عطشان تلبس أولادي تفصيل الأجفان ثم دارت بعينيها على النساء وهي تنادي إن كان الزفون جاسم جيبوا شمع من البقيع خضبوا زفة الجاسم من دم نحر الرضيع خضبوا زفة الجاسم من دم نحر الرضيع وإذا بزينب قد خرجت من الخيمة وقد توجهت بوجهها إلى جهة المدينة إلى أمها فاطمة اتقلها يا مكسورة الضلع يا أمي الحسن وحسين يا أمي الحسن وحسين تعالي زف بنت حسين يا يما بكربلاء عرس المدللة يا يما بكربلاء عرس المدللة وإذا بالحسين سلام الله عليه أخذ يد القاسم وتوجه به إلى جهة المشرعة ينادي عباس عباس يا ابو فاضل يلي على النهر نايم انهض يا قمر هاشم تعال لزفة الجاسم تعال لزفة الجاسم وجيب لنا خضار أب بنزف الشباب جيب لنا خضار إيه بنزف الشباب يا الطايح بلا شفين يا ضنوات أخوك حسين تعال لزفته الحين تعال لزفته الحين وجيب لنا خضاب بنزف الشباب
جيب لنا خضاب بنزل الشباب يلي السم في عينه اخوك انت الذي تعينه جيب الثوب لسكنه وجيب لنا خضاب بنزل الشباب جيب لنا خضاب بنزل هالشباب يلي قطعة وزنودة خلى الراية معقودة ومجدك يا الأخو عودة ومجدك يا الأخو عودة وجيب لنا خضاب بنزل هالشباب جيب لنا خضاب عباس يا ابو فاضل تعال انت وعلي الاكبر وجيب العود والعنبار وخل قلبي الولد يستار وجيب لنا خضاب بنزل الشباب بعد مره جيب لنا خضاب بنزل الشباب عباس يا ضنوة علي الكرار تعال انت مع الانصار تعال انت مع الانصار وخلي بخيمته انوار وجيب لنا خضاب بنزل الشباب بعد مرة جيب لنا خضاب بنزف الشباب اخر بيت واسالكم الدعاء اويلي يلي على النار نايم يلي على النار نايم انض يا قمر هاشم تعال لزفة الجاسم وجيب لنا خضاب بنزف الشباب جيب لنا الشباب قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله خاب الوافدون على غيرك لا معبود سواك اللهم بحق القرآن الكريم الذي تلوناه وبحق النبي الأمين وبحق الصراط المستقيم والنبأ العظيم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وبحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر هو أقرب من ذلك يا كريم فك كل أسير رد كل غريب اشفنا واشفي كل مريض وانتقم لنا ممن ظلمنا وسفك دماءنا وهدم مساجدنا واعتقل رموزنا وقتل شباننا واستباح حريمنا يا الله انتقم لنا منهم يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات أجمعين موتانا وموتاكم موتى العلماء العظام وشهداءنا الأبرار لا تنسوهم هذه الليلة بالمغفرة والرحمة والرضوان لا سيما الشهيد حسين أحمد شرف وشهداءنا الأبرار ومن مات على الإيمان نهدي للجميع سورة الفاتحة مع الصلوات.